I'm Valeria. انتظار الإعلان بصوت المذيع الداخلي. And after three rounds of action, we go to the judges' scorecards. All three judges scored about 29-28 in favor of your winner by unanimous decision. And now the women's junior strawweight champion of the world in the blue corner, representing. يوليا بجولتين لجولة الثالثة أخذتها فاليريا، ولكن الأولى والثانية لليوليا بإجماع الحكام يعني تحصل على الذهبية. ولمين؟ RMMAU. نعم أحسب يعني ميدالية. المفارقة يمكن الجميلة إلى حد الآن أن جميع الأبطال من الركن الأزرق، وفوز مستحق ليوليا وبطلة العالم بكل جدارة. قدمت نزال رائع، كانت الأفضلية ليوليا، ولكن الروح الرياضية العالية اللي تتمتع فيها فاليريا غوميز. شوف المكسيكان أيضا مع فيكتوريا، معها فايزة أو خسرانة. هذه بعض الإعادات. الجولة كانت جيدة للاعبة فاليريا. Hello ladies and gentlemen, we now move on to our men's junior flyweight final. Please welcome firstly into the cage, representing the Kingdom of Bahrain, Mohammed Al-Samiha. وفي هذه الأثناء مشاهدين الكرام، دخول المقاتل محمد سميع ممثلا لمملكة البحرين، قاتل في وزن الذبابة الفلاي ويت، نتكلم عن وزن 56.7 كيلوغرام تقريبا. ونعم يتواجد محمد في نهائيات يعني الجونيور. نتمنى كل التوفيق طبعا لمحمد قاتل البحريني. هو كان في عام 21 لفئة الشباب اليوث أخذ الميدالية البرونزية، وهذا أول نزال له بفئة الجونيور. نتمنى التوفيق صراحة لمحمد سميع في الركن الأزرق، وأيضا راح يلعب مع RMMAU هذا يوسف الكوهجي، وهذا أيضا جنبه إلدر الدروف مدرب فريق KHK. استعدادات محمد الأخيرة قبل الدخول إلى القفص. هذه البطولة، بطولة العالم
للجونيور لعام 21 الآن منصة الفازلين. والتأكيد تأكد راح نشوف الآن هناك تأكد من هل هناك مواد غير شرعية من أيضا أظافر من واقي الفم. أيضا من الواقي يدخل الآن أحمد أمايف أو أحمد أمايف من RMMAU. Ladies and gentlemen, IMAF present three runs in the men's junior flyweight final. Introducing first in the blue corner, representing the kingdom of Bahrain, Mohammed Hafsamiha. And his opponent in the red corner, he is a 2019 youth world champion, representing يعني أحمد بطل العالم 2019 لليوث ميدالية ذهبية 21. محمد السميع هو بطل مع حامل برونزية السميع بالأزرق. ونتمنى من رب العالمين فوز البحريني. يبدأ رابع نزالات اليوم مشاهدين الكرام في وزن الذبابة فلاي ويت. حلوة ركلة جميلة من اللاعب محمد البحريني. شفت حركات ممتازة من كل المقاتلين عمار. حلو شفت حركات محمد جميلة مع الهدف الثابت دائما سهل الوصول المتحرك صعب الوصول ينتظر محمد. شوف حلوة حلو البلوك رائع ورد واحدة بواحدة حاول بالركبة ومحاولة اسقاط اسقاط للاعب أحمد المهيف ينجح بالاسقاط. الآن حلوة دفاعات محمد يد اليسار ممسكة وذهب إلى السايد كنترول كامل كروسيفكشن يبحث عليه أمايف. ضربات بالركبة إلى الجسد قوية ممكن تكون مؤثرة. نحاول الآن هناك وضع الساق اليسرى على الرأس ليذهب إلى الريفيرس تريانجل. أيضا وضع الساق الأولى محاولة خنق الآن موجودة باستخدام يستسلم مع محمد السميع محاولة خنق بمثلث الأرجل ولكن استخدم ساق ويد. هذا هو أحمد أمايف أنهاها أحمد أمايف بطريقة جميلة بطريقة صراحة روعة جدا في الجولة الأولى. ويحمل أيضا كان بطل العالم 19 الآن بطل عالم أيضا 21 فئة الجونيور. لو نشوف الإعادة شوف الفنيات اللي يمتلكها صراحة أحمد أمايف رائعة. يعني الخنق يدرس استخدم رجل وساق ما استخدم الساقين بخنقة الترينجل من الجهة العكسية. شوف الساق اليسرى وحط الآن الإيد شوف إيده هي السر إيده وين إيده اليسار راحت أيضا مكان الساق اليمنى وخنق المثلث كله ضغط على رقبة محمد وهاردلك محمد المركز الثاني برونزية الآن فضية إن شاء الله في القادم تكون ذهبية. شوف 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 رائعة واستخدم أيضا الأرجل واو أرجل وإيد. عمار من النادر ما نشهد يعني إخضاع بالشكل هذا لا صراحة أبدا ولا بالاحتراف. مقاتل مميز. Ladies and gentlemen, referee Alex Luka calls for the contest at 1 minute and 19 seconds of round number 1 for your winner by triangle choke and now your men's junior flyweight champion of the world from RMMAU, Ahmad Amiyev. بطل العالم أحمد إمييف ممثلا للـ RMMAU.